من هم السلف الصالح؟ إن السلف لكل أمة هم القوم السابقون المتقدمون، وضدهم الخلف، وهم المتأخرون الذين يأتون بعدهم ويخلفونهم. ومما يوضح معنى الخلف قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وتجدر الإشارة إلى أن سلف الأمة الإسلامية هم الذين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى، وذلك في دليل ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدد سلف الأمة بالقرون الثلاثة الأولى، حيث قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يؤفون، ويظهر فيهم السمن. والقرن 100 عام على الأرجح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سبر المازني رضي الله عنهم: لتبلغن قرنا. فمات ذلك الصحابي في الشام وقد بلغ من العمر 100 سنة، فبذلك تكون فترة السلف محصورة في 300 عام. وقد عاش خلال تلك الفترة 5 أجيال من المسلمين، وهم الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع وتبع تبع الأتباع. ويرجع سبب مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بقوله: خير القرون، إلى أنهم عاشوا على منهاج النبوة وابتعدوا كل البعد عن البدع والانحراف، فصلح بذلك سلوكهم واعتقادهم، وكان أغلب ذلك الزمان صالحين، والقلة القليلة هم الفاسدون. وأما الذين من بعدهم فوقعوا في البدع وسوء المعتقد حتى أصبح الطالحون أكثر من الصالحين. على الرغم من أن مجتمع السلف الصالح وصل إلى أعلى درجات الإنسانية وأسمى مقامات البشرية بعد النبوة، إلا أنهم لم يكونوا ملائكة يعيشون على الأرض، بل كانوا بشرا منساقين مع فطرتهم، يعلمون أن التدين تزكية للفطرة لا تمرد عليها، فكانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام ويتفاوتون في القوة والعقل والإيمان والنشاط، ويصيبهم الفرح والغضب والحزن والرضا، بالإضافة إلى إمكانية أن يقع منهم الخطأ كما حدث في المدينة المنورة، عندما غش رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وكما حصل مع الرجل الذي شكته زوجته للنبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاة الفجر كانت تفوته بسبب ثقل نومه، فلما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال الرجل: فإن أهل بيتي قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال له النبي: فإذا استيقظت فصلي. وكما حصل مع الرجل الذي أصاب قبلة من امرأة، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعترف بذنبه، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الحقيقة كان فيهم من يريد الدنيا في مواقف خاصة، ولكن أغلبهم استحبوا الآخرة على الدنيا وإن لم ينسوا نصيبهم من الدنيا. فهم الصحابة رضي الله عنهم ما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفتن، وفقهوا فضل الابتعاد عن الطوائف المتقاتلة. ومما يدل على ذلك اعتزال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الناس، حيث كانوا يموجون بالفتن، فجاءه ابنه عمر حيث كان من الذين انغمسوا في الفتن، ولما رآه سعد رضي الله عنه تعوذ من شره. فقال عمر لأبيه: أنزلت بإبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم. فضربه سعد رضي الله عنه في صدره ثم قال له: اسكت، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. لما كانت معركة الجمل قالت عائشة رضي الله عنها لمحمد بن طلحة بن عبيد الله: كن كخير ابن آدم. فأغمد سيفه حتى قتل. فلما رآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هذا السجاد قتله بره بأبيه. خرج الأحنف بن قيس رحمه الله يريد نصرة علي بن أبي طالب، فلقاه أبو بكر فسأله عن وجهته، فقال الأحنف: أريد نصر ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: ارجع يا أحنف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه.